كما اصطفى الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم بين البشر وجعله كالتاج على رأس الزمان، فقد هدانا لشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما شهر رمضان ذاك الشهر العظيم تهفو القلوب إليه في كل وقت وحين. ورمضان مأخوذة من رمضاء، أي شديدة الحرارة، وكانت قريش تعذب بلال في رمضاء مكة. ولماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ لأنه يرمد الذنوب، أي يحرقها بالأعمال الصالحة. الذي أنزل فيه القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وابتدأ نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وتحديدا في ليلة القدر. ولم ينزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، ولكنه نزل منجما، أي على فترات. والقرآن هو كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته. ومن الذي أنزل القرآن؟ إنه الحق سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أما إذا اقترن الفعل نزل مع القرآن، فالمقصود به الروح الأمين سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: نزل به الروح الأمين. هدى وهداية للناس إلى الحق، وهدى للناس بما فيه من معجزات، وهدى للناس بكل ما فيه من محكم ومتشابه، ومن ناسخ ومنسوخ. وبقدر التقوى تكون الهداية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. والهدى هو الوصول للغاية بأقصر طريق وأيسر جهد، وبينات ودلائل واضحة من الهدى والفرقان. وبينات من الهدى كالحلال والحرام والمواعظ والحكم وأدلة التوحيد، والفرقان الفارق بين الحق والباطل، بين أهل السعادة وأهل الشقاء، والفارق بين الخير والشر، بين النافع والضار. والفرقان اسم من أسماء القرآن. فمن شهد منكم الشهر وكان صحيحا مقيما قادرا فليصم نهاره. وبذلك نسخ التخير بين الصيام والفداء في حق القادر الصحيح المقيم، وكان هذا على سبيل التدرج في حكم الصوم، وأحكم وثبت الحكم في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه، فأعطى لهم رخصة بالفطر والفداء عن كل يوم إطعام مسكين. ولا يدخل الشهر إلا برؤية هلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. وهذا حتى ندخل في العبادة بيقين ونخرج منها بيقين. وأكد رخصة المريض والمسافر بالفطر ثم القضاء، حتى لا يتوهم أحد أن رخصة المريض والمسافر قد نسخت، فيعلم أن هذا الحكم ثابت وغير منسوخ. وهذا من باب التوسعة والرحمة والتيسير على المريض والمسافر. يريد الله بكم اليسر والسهولة، ولا يريد بكم العسر والمشقة. والله عز وجل يريد
وله إرادة حقيقية تليق بعظمته وجلاله. وما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ومن اليسر التدرج في حكم الصوم، ومن اليسر أيضا أنه أياما معدودات، ومن اليسر تأخير السحور وتعجيل الفطور. ولتكملوا العدة، فلا يتوهم أحد أن صيام بعض رمضان يتم به الصوم، بل لا بد من إتمام العدة صيام شهرا كاملا، ويكون ذلك بعد أن تبرأوا من مرضكم أو تعودوا للإقامة في أوطانكم. ولتكبروا الله على ما هداكم للإيمان والإسلام وأحكام الصيام، فهو وحده الذي هدانا لتلك الأحكام النافعة، فوجب علينا أن نجهر بالتكبير في ليلة الفطر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: حق على المسلمين إذا نظروا هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم. ولعلكم تشكرون على ما أنعم عليكم به من الهداية والتوفيق والتيسير. ولعلكم تشكرون على شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. جزاكم الله خيرا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.